السياسيه في اطار تكوين اكاديمي تحت لواء كتاب الدوله المكلفه بالشباب والرياضه، وكذلك فاعله جمعويه ورئيسه جمعيه التفاعل المنهجه للرياضه والتنميه. جوابا على السؤال، هل احنا وصلنا فعلا لما نطمح اليه وما نظلنا عليه لسنوات؟ طبعا غادي يكون الجواب بكل اسف كلا. علاش؟ لان حنا اليوم كنشوفوا فعلا كاين جهود ديال الدوله وخاصه تكوين الشباب المقاولين حاملين المشاريع بشراكه مع لابيك، وكذلك مجلس بدعم من مجلس الجهه، وكذلك وزاره التشغيل. ولكن السؤال مطروح يبقى دائما، واش حنا وصلنا للمستوى المطلوب؟ ابدا. نطمح الى الكثير، نلتمس من الدوله انها تفكر وتعطي معنا حلول، وكذلك حنا جمعيات الدور ديالنا هو هذا، المشاركه الفعليه وابداء الراي واعطاء حلول. مثلا نمشيو لصندوق التماسك الاجتماعي ومشاريع القرب لفائده ذوي الاحتياجات الخاصه. جميل جدا ان ذوي الاحتياجات الخاصه كما كنا كنطرحوا يكون مشروع فردي قائم بذاته، مقاول عباره عن مقاوله ذاتيه، بطبعا كل الجهد الذاتي، وكذلك حتى التعاون الوطني ولا لابيك خصوا لي واحد الحيز كبير من الدراسه والمشاريع ومن تحضير دراسة المشروع إلى آخره. نتمنى الدفعة الأولى هي خرجت، نتمنى الدفعة الثانية تخرج ما تعطلش باش ما يمشيش المشروع، علما أننا كنتمنى من الدولة تفكر جديا وتحاول أنها تلقى حلول، لأن مقاولة عن طريق الكراء كنظن مشروع ليس بناجح 100%، أو لا يمكن أن نتحدث عن ضمان استمرارية المشروع، وإن كان غادي يكون واحد الاجتهاد منا. نتمنى من الدولة أنها تفكر جادة، تشوف خلال الأسواق النموذجية تعطي لهاد الشباب فرصة، يعني لما لا تفوت لنا محلات بواحد الثمن رمزي أو مجانا لهاد المقاولين، باش ما يمشيش المجهود ديال الدوله عبث فيما يخص التكوينات وفيما يخص الموارد الماليه اللي رصدات، فيما يخص دعم المشروع، وفي الاخر نلقاو راسنا في الشده بحال اللي تشكلوا المشاريع في المرحله الاولى ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. فتنتمناو ان تكون فكره يكونوا محلات لهذه الفئه. هذا مثلا كل مدينه يعني راه تقريبا على مستوى الجهه، مثلا نعطيو على سبيل الذكر سنة جديدة مثلا فيها مشروع واحد حين بيعات ولا هذا في ثلاثة أو أربعة ديال المشاريع. دونك كل حي ما نكرهوش يكونوا على الأسواق النموذجية، يكون واحد الإدماج ويستافدوا هاد الشباب من محل باش يكون ضمان استمرارية المشروع، لأن الدولة غادي تكون نجحت في المشاريع. شكرا.